انا على العجله انا مبسوط. ايوه كبيره الغردقه وحلوه جدا. كل الفنادق اللي موجوده في الغردقه دي مليانه على الاخر، ما تعرفش تلاقي اوضه. مصدر كبير قوي من دخل مصر بيجي من السياحه. ما احنا بلد سياحيه اصلا. بلدنا حلوه جدا حقيقي. دي فعلا واحده من احلى الاماكن في مصر. اول ما الواحد بينزل جنوب الغردقه، اول ما بيوصل الكوسير الدنيا بتختلف. احنا دلوقتي في الحمراوين متجهين ناحيه القصير، وخلاص فاضلنا 15 كيلو على القصير.